هذه مشاهدينا الأعزاء هي حلقتنا 11 وفي نفس الوقت هي الحلقة الثانية في المرحلة الثانية من هذا البرنامج. بالطبع الليلة في هذه الحلقة سنتعرف على البطل الثاني الذي سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة، وتعالوا نقدم لكم أبطالنا في هذا السباق. البطل الأول محمد عبد الرحمن الأخطر فاز ببطولة الحلقة الرابعة وحصل في تلك الحلقة على 255 درجة. البطل الثاني أحمد عبد الله القرشي فاز ببطولة الحلقة الخامسة وحصل في تلك الحلقة على 245 درجة. أما بطلنا الثالث فهو خالد إبراهيم النفيسة، فاز ببطولة الحلقة السادسة وحصل على 331 درجة. أهلا بكم جميعا مرة أخرى في هذا السباق. بالطبع تعرفون أننا في نهاية هذه الحلقة سنتعرف على البطل منكم الذي سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة، وهذا طبعا شيء مهم لكل واحد منكم. ليس هناك أيضا داعي لشرح أي فقرة من فقرات هذا البرنامج، فكلكم قد شاركتم في الحلقات الأولى وتعرفون الطريقة. ما بقي إلا أن نقول بسم الله ونبدأ أول جولة في هذه الحلقة وأول فقرة، دقيقة كاملة، مجموعة من الأسئلة، الإجابة ستكون بصح أو خطأ. استعدوا معنا على الساعة لو سمحتم. دقيقة كاملة، سؤال الجميع، صح أم خطأ؟ كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما توفيت أمه 6 سنوات. أحمد خطأ. لا صح. لمحمد وخالد السؤال، عدد دول أمريكا الجنوبية هو 24 دولة. خالد صحيح. لا خطأ يا خالد. محمد وأحمد، يقع المقر الرئيسي لمنظمة الأوبك في جنيف. أحمد خطأ. خطأ وعشر درجات. مؤلف كتاب الأغاني هو إبراهيم. خطأ. خطأ وعشر درجات. للجميع أيضا، أطول عظمة في جسم الإنسان هي عظمة الساعد. محمد خطأ. خطأ وعشر درجات. مؤلف الطبقات الكبرى هو ابن سعد. خالد صحيح. عشر درجات. أقيمت آخر دورة للألعاب الأولمبية في ماليزيا. أحمد خطأ. خطأ وعشر درجات. المادة الموجودة في قلم الرصاص هي الرصاص. محمد خطأ. خطأ وعشر درجات. تم تأسيس صندوق النقد الدولي في عام 1365. خطأ. لا صح. صح يا محمد. نعود مرة أخرى ونصحح المعلومات الخاطئة. المادة الموجودة في قلم الرصاص هي الجرافيت، وهو نوع من الكربون وليس الرصاص. أقيمت آخر دورة للألعاب الأولمبية في كوريا، في سول بكوريا. أطول عظمة في جسم الإنسان هي عظمة الفخذ في الرجل وليس عظمة الساعد كما قلنا. يقع المقر الرئيسي لمنظمة الأوبك وين؟ في فيينا. أما عدد دول الأمريكا الجنوبية فهو ليس 24 وإنما هو 14 دولة. عشر درجات وعشرين وثلاثين، تنافس كما يبدو من البداية. دقيقة الآن لكل واحد، وهي الحقيقة الفقرة المهمة، لأن كل واحد منكم يستطيع أن يحصل على 100 درجة. لا تنسوا، كلكم أيضا عارفين هذه الفقرة. نبدأ بمحمد على اليمين. دقيقة يا محمد، فرصة للحصول على 100 درجة. خليفة عباسي حكم 8 سنوات و8 أشهر و8 أيام. المعتصم. عشر درجات. من حارب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر؟ اليهود. عشر درجات. ياوندي عاصمة دولة أفريقية ما هي؟ كاميرون. عشر درجات. براكو. دوقية صغيرة تقع جنوب بلجيكا وتحدها فرنسا وبلجيكا وألمانيا. اللي بعده. ما اسم عاصمة كوبا؟ كوبا. اللي بعده. أيهما أصح لغويا، قبل حكم القاضي أم قبل بحكم القاضي؟ قبل بحكم القاضي. لا خطأ. لماذا سمي سوق عكاظ بهذا الاسم؟ لأنهم يتجادلون ويتهاكدون. عشر درجات. من من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لقبت بأم المساكين لعطفها على المساكين؟ زينب بنت جحش. لا خطأ. ما اسم عاصمة كوبا؟ ترجع تعود. دوقية صغيرة جنوب بلجيكا، عندك متسع من الوقت. سؤالين. الفاتيكان. لا هذا غير صحيح. آخر سؤال، عاصمة كوبا، فكر 5 ثواني أو 4. عاصمة كوبا.
لو قلت أي شيء يا محمد هافانا، هافانا الإجابة الصحيحة. أما الدوقية الصغيرة فهي دوقية لوكسمبورغ. أما من من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي لقبت بأم المساكين هي زينب، ولكن ليست زينب بنت جحش، إنما هي زينب بنت خزيمة. أما أيهما أصح لغويا، قبل حكم القاضي أم قبل بحكم القاضي؟ فالصحيح هو قبل حكم القاضي. الأخ محمد أجاب على 4 أسئلة وحصل على 40 درجة. تحية لمحمد. أحمد، دقيقة كاملة لك وفرصة أيضا للحصول على 100 درجة. من اخترع التلفزيون؟ جون بيل. 10 درجات. ولد بالكوفة سنة 80 في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، توفي سنة 150، صار مذهبه الرسمي للدولة العباسية؟ الشافعي. ها؟ الشافعي. خطأ، خطأ. من أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية؟ 10 درجات. من اكتشف الأسبرين؟ أسبرين. لا، خطأ. الكوبرا من الأفاعي السامة، ما هي أسباب رقصها عندما يعزف لها؟ لأن تعتقد أنه مهاجم، يعني شخص يعني عادية. لا لا لا، ما هو صحيح. ما اسم أول السماوات السبع؟ السماء الدنيا. السماء الدنيا. ما هي عملة الأرجنتين؟ الأسترال أو كروجي. لا لا، أيضا غير صحيح. نهر داخلي في بلاد الشام جعله المستعمرون حدا فاصل بين سوريا وفلسطين. نهر العاصي. ها؟ لا، كان عندك متسع من الوقت، هو نهر الأردن. نهر الأردن. على كل حال أحمد استطاع أن يجيب على 3 أسئلة وثلاثين درجة يحصل عليها. تحية لأحمد. نعود ونصحح المعلومات. عملة الأرجنتين هي البيزو، البيزو. أما الكبرى من الأفعى السامة قلنا، فما أسباب رقصها؟ هي ترقص لأنها تقلد العازف الذي يعزف أمامها. أما من اكتشف الأسبرين؟ من؟ الجمهور. دريسر، دريسر، هو دريسر، العالم الألماني دريسر. أما الذي ولد بالكوفة في سنة 80 في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان وتوفي سنة 150 وصار مذهبه الرسمي للدولة العباسية والدولة العثمانية في مصر، فهو الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة. الآن دورك يا خالد، فرصتك طبعا. خالد، محمد وأحمد ما استطاعوا أن يحصلوا على 100 درجة، والآن وقتك للحصول على 100 درجة. خالد، دقيقة كاملة، كم سنتا في الدولار الأمريكي؟ 100 سنت. 10 درجات. ما أبعد كوكب من الشمس؟ بلوتو. 10 درجات. ما اسم أول مدينة ألعاب للأطفال أنشئت في العالم سنة 1955؟ ديزني لاند. ديزني لاند. 10 درجات. ما المدة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة؟ 13 سنة. نعم، 13 سنة. 10 درجات. ماذا يطلق على الكلمة التي لا يتغير شكل آخرها بتغيير موقعها الإعرابي؟ ممنوع من الصرف. لا، ما معنى دول عدم الانحياز؟ الدول التي تتبع سياسة عدم التدخل. عدم، ممكن تشرح أكثر عشان نعطيك 10 درجات؟ يعني ليس لها علاقة بالحرب أو كذا. نعم نعم، نعطيك 10 درجات عليها. من الخليفة الذي أمر بجمع القرآن الكريم؟ أبو بكر الصديق. 10 درجات. ما معنى كلمة نقعة في الآية الكريمة؟ غبار. أثرنا به نقعة؟ غبار. غبار. 10 درجات. أخير. 7 أسئلة، 7 أسئلة و70 درجة لخالد. أما الكلمة التي لا يتغير شكل آخرها بتغير موقعها الإعرابي فهي الكلمة المبنية، الكلمة المبنية. نأتي أيها الأعزاء معكم ومع الأخوة المتسابقين إلى نهاية هذه الجولة في تنافس كما نرى بالذات بين محمد وأحمد، 60 درجة لكل واحد منهم، وخالد في المقدمة ب80 درجة. لغز الصورة، هذه جولتنا التالية مشاهدين الأعزاء، وخلالها نقدم 3 صور في 3 دقائق للأخوة المتسابقين، وأيضا ليس هناك داعي لشرحها لا لكم أنتم ولا الأخوة المتسابقين. ما بقي إلا نبدأ الآن بأحمد. دقيقة كاملة يا أحمد وصورة، ولا تنسى أن حساب الدرجات سيكون بعدد الثواني المتبقية في الدقيقة، فشد حيلك. خيار. لا، حاول. فلفل. فلفل. خلال سبع ثواني. وقت جيد أيضا لأحمد، خلال 7 ثواني، وهذا يعني أنك حصلت على 53. لا تنسوا الرقم القياسي عندنا كم هو؟ تذكروه، 3 ثواني.
فهل أحد منكم يستطيع أن يحطم الرقم هذا؟ ممكن خالد؟ تعال معنا ومع المشاهدين نرى الصورة التالية. بلح، نخلة. النخلة إجابة صحيحة. ثانية واحدة بينك يا خالد وبين الرقم القياسي خلال 4 ثواني وتحصل على 56 درجة. ووقتك يا محمد، ممكن أنت تحطم الرقم القياسي. شجرة؟ لا، حاول. حمار وحش؟ حمار الوحش إجابة صحيحة، برافو. 8 ثواني استطاع الأخ محمد أن يتعرف خلالها على الصورة، وهذا يعني أنك حصلت على كم؟ 52 درجة. السؤال التالي يبدو أنه للفنان نبيل شعيل، يقدم لنا هذه الأغنية. مجموعة من الأسئلة واختيارات 3 إجابات، والمطلوب أن يختار كل واحد منكم الإجابة الصحيحة موجهة للجميع. ما على كل واحد إلا أن يضغط الجرس، لابد من ضغط الجرس. لا تنسوا الإجابة الخاطئة، ستحرم أي واحد يخطي من المحاولة في الإجابة على السؤال الذي يلي. سؤال الجميع، سؤال و3 إجابات. متى بدأ إنتاج البترول في المملكة العربية السعودية؟ قبل الحرب العالمية الثانية أم أثناء الحرب العالمية الثانية أم بعد الحرب العالمية؟ أحمد. أثناء الحرب العالمية. خطأ، هو قبل الحرب العالمية الثانية يا أحمد. محمد وخالد الآن، كم يبلغ طول سور الصين العظيم؟ هل يبلغ 2000 كيلومتر أم 2400 أم 3000؟ محمد. 3000. لا خطأ، هو 2400. أحمد وخالد الآن أيضا سؤال و3 إجابات. من مؤلف الإلياذة والأوديسة؟ هوميروس. أحمد. هوميروس. 10 درجات يا أحمد. هوميروس. سؤال الجميع، من أول من عرف البارود وأشعله؟ الصينيون. الصينيون، 10 درجات. طبعا إذا كنت تعرف الإجابة فما في داعي أنك تنتظر حتى أعطيك الإجابات الثلاث. نقول هذا سؤال، تابعوا معي. نقول أين الثرى من الثريا، أي أين الأرض من النجوم، ولكن ما هو الفرق بين الثرى والتراب؟ أحمد. الثرى يكون بالوحل، أما التراب يكون بدون ماء. والثرى يكون إيش؟ بالوحل يعني طين.
إجابة صحيحة نعتبرها لك إجابة صحيحة. هو التراب، هو التراب الناشف طبعا، أنت قلت الكلام هذا، والطين، ولكنها الأرض الندية هي أقرب. إنما إجابتك صحيحة وعشر درجات لك يا أحمد. سؤال أيضا للجميع، كم استغرق حفر قناة السويس؟ هل استغرق 10 سنوات أم 5 أم 15؟ 5 سنوات. لا لا لا، هو خلال 10 سنوات، ما بين عام 1859 و 1869. السؤال التالي لأحمد وخالد، ما عاصمة كولومبيا؟ أحمد. بوغوتا. بوغوتا، 10 درجات. السؤال الأخير للجميع، من هو مؤلف مسرحية تاجر البندقية؟ أحمد. ويليام شكسبير. ويليام شكسبير، برافو يا أحمد. تنتهي هذه الجولة، وتعالوا معنا لنشاهد مجموع درجات كل واحد. الأخ محمد حاصل على 112 درجة مع نهاية هذه الجولة، يلي في المركز الثاني خالد ب 136، وأحمد في المقدمة 163. نعم، ننتقل معكم مشاهدينا الأعزاء إلى هذه الجولة، وفيها نختبر قوة الذاكرة عند كل واحد من الأخوة المتسابقين، وأيضا هذه فقرة معروفة لديكم، فقرة تلفزيونية سنشاهدها معكم مشاهدينا الأعزاء، ودقيقة كاملة بعدها نقدم مجموعة من الأسئلة للأخوة المتسابقين. تفضلوا. أليس سكينة؟ أليس سكينة؟ إيه راحت فين؟ الشاي 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 الشاي. حاضر يا فندم. أكيد عند المدير العام. حاضر، أول ما يوصل حبلغ سعادتك على طول يا فندم. طبعا شاهدتم معنا أيها الأعزاء هذه الفقرة التلفزيونية، رأينا فيها شخصيتين طبعا، فراش وسكرتيرة، واستمعنا إلى صوت المدير. مجموعة من الأسئلة موجهة للجميع، خلال دقيقة كاملة وعشر درجات لكل إجابة صحيحة، لا تنسوا ضغط الجرس. سؤال للجميع، من الشخص الذي سأل عنه المدير عندما وصل أحمد؟ أبو الحمايل. 10 درجات. ما لون قبعة الفراش؟ أحمر. لا، برتقالي. كان برتقالي أحمر، صحيح صحيح، 10 درجات. كم شهر أمضت زوجة المدير؟ 13 شهر. لا، هو 3 شهور. 3 شهور يا محمد. أحمد وخالد الآن، ما اسم السكرتيرة؟ سكينة. سكينة. ما لون اللوحة؟ سؤال الجميع. أحمد. زرقاء. زرقاء، 10 درجات. ما الشراب الذي طلبه المدير؟ قرفة. قرفة، 10 درجات. كم عدد الكتب؟ 3 كتب. 3 كتب. عند دخول السكرتيرة، سؤال الجميع، عند دخول السكرتيرة كانت تحمل ملف أخضر. استعجلت، كنت حقول في السؤال أنه من لونين، هما أخضر وإيش؟ أبيض. أخضر وأبيض، 10 درجات لأحمد، برافو. أين راح الوقت وهم يصفقون لكم؟ أين كان الفراش؟ أيضا أسألكم السؤال،
أين كان الفراش واضع قلمه قبل استعماله؟ في إذنه. على إذنه وعكب درجات، برافو. هذا سؤال للجمهور، خلينا نشوف من متابع من الأخوة الجمهور. سؤال لكم أنتم، بماذا وصف الفراش الشاهي عند تقديمه للسكرتيرة؟ شاي طباي. الأخوة المصريين اللي معانا في الاستديو تحية لهم. فكروا معنا، سباق جديد في هذه الجولة، مجموعة من الأسئلة نوجهها للأخوة المتسابقين. طبعا هذه الأسئلة غير محددة بوقت محدد، وأيضا كما هو المعتاد نبدأها بسؤال في الألغاز. 10 درجات لكل إجابة صحيحة. في الألغاز السؤال الجميع، ما الشيء الذي له أكثر من جناحين ولا يطير؟ من الجمهور؟ المستشفى ولا الفندق؟ طبعا طبعا. سؤال الجميع، ولد في غزة إحدى مدن بلاد الشام سنة 150 هجرية، توفي بمصر، دفن في القاهرة في مسجده المعروف سنة 204 هجرية، انتشر مذهبه في جميع الدول الإسلامية، أشهر كتبه الأم، من هو؟ مالك بن أنس؟ لا، هو الشافعي. الشافعي. سؤال لمحمد وأحمد لو سمحتوا يا إخوان الحضور، لو سمحتوا. سؤال التالي لأحمد ومحمد، كما قلنا، ما اسم أول نادي سعودي حصل على كأس الملك لكرة القدم في عام 1377 هجرية؟ محمد. الهلال. الوحدة. لا، لو قلت الوحدة كان أعطيك 10 درجات. الوحدة، وفاز على الاتحاد 4-0 في تلك المباراة. سؤال التالي لأحمد وخالد، ما اسم عالم الطبيعة البريطاني الذي اخترع الرادار في منتصف الثلاثينات؟ شدوا حيلكم معنا، شدوا حيلكم معنا، هو روبرت واتسون. أيضا السؤال الجميع، فكروا معنا، هذه الجولة للتفكير، كم عدد المقطوعات الشعرية التي وردت في قصص ألف ليلة وليلة؟ أحمد. 1420. 1420، برافو يا أحمد. سؤال التالي للجميع، 10 درجات حصل عليها أحمد قبل شوي، معركة بين المسلمين بقيادة أبي عبيد الثقفي والفرس بقيادة ذي الحاجب عام 13 هجرية، عبر المسلمون فيها جسرا على الفرات لملاقاة العدو، ما اسمها؟ معركة الجسر. معركة الجسر، واضحة، 10 درجات. طبعا الجزء الأخير من السؤال سهل الإجابة عندما قلنا أنهم عبروا الجسر. سؤال الجميع أيضا، من القائل أيها الناس إني داع فأمنوا اللهم إني غليظ؟ خالد. عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب، 10 درجات. السؤال الأخير في هذه المجموعة أيضا فكروا معنا، السؤال في الألغاز، أين يأتي يوم الجمعة قبل الخميس؟ في كل يوم. لا لا، كيف الجمعة في يأتي كل أسبوع يعني؟ لا، ما يأتي، بالعكس، ما يأتي في كل أسبوع. لا يأتي، يأتي لا يأتي أبدا. لا، ممكن يأتي في المعجم. لأن حرف الجيم قبل حرف الخاء، صح ولا لا؟ صح، كل الأخوة الجمهور متفقين معنا. تحية للشباب في نهاية هذا الجولة. على كل حال، تعالوا لنتعرف أيضا في نهاية هذا الجولة على مجموع درجات كل واحد من الإخوة المتسابقين. محمد في المركز الثالث حاصل على 142 درجة، يلي خالد في المركز الثاني 166، وأحمد ما زال ومصر على أن يكون في المقدمة ب 213 درجة. اختبار لابد منه، ولو أن الأخوة أيضا المتسابقين يهربون منه، فمن يغامر؟ خالد. تحية لخالد. خالد، أنت طبعا مريت بهذا الاختبار في حلقة من الحلقات. أي نعم. في كم جبتها؟ بالجزء الثاني بس. 10 درجات. 10 درجات. إذن عندك فرصة تحصل على 20 درجة المرة دي. نحاول. يلا شد حيلك. جاهز؟
جاهز. تفضل. عشر درجات تحية. ماجد. محمد. أنت أيضاً جبتها في عشر نفس الشيء. حصلت على عشر درجات. خلال يمكن كم 40 أو 45 ثانية. لا يمكن 50. يلا حاول شد كذا. شكرا شكرا محمد. احمد. انت ما ادري استطعت ان تجتاز المره الاولى ولا لا؟ المره الاولى ما اجتازتها. طيب اذا عندك فرصه المره هذه تحافظ على درجاتك، انت في المقدمه على كل حال ان شاء الله. لما تكون جاهز تعطينا اشاره. جاهز. تفضل. درجة. برافو
الجولة الأخيرة، مع نهاية هذه الجولة سيتحدد من هو البطل الثاني الذي سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة. كل واحد منكم حريص على ذلك، ونقول لكم موفقين جميعا. لا تنسوا أن هذه الجولة ممكن أن يتغير فيها كل شيء، كل شيء. نبدأ هذه الجولة بهذه الفقرة، مجموعة من الأسئلة والإجابة بصح أو خطأ، وتعرفون أيضا هذه الفكرة، صح أم خطأ. دقيقة كاملة. أول سفير في الإسلام هو عثمان بن عفان. صح. أحمد، 10 درجات صحيح. الحلف الذي كان يمثل كتلة أوروبا الشرقية سابقا هو حلف البلقان. خطأ. خطأ، 10 درجات. شبكة العنكبوت الذكر تختلف عن شبكة الأنثى. الذكر لا يصنع الشبكة. 10 درجات، خطأ. هناك كائنات حية تستطيع أن تتذوق الأشياء بجلدها. خطأ. صحيح. 10 درجات. نشأت لعبة الجولف في إيرلندا. خطأ. خطأ، 10 درجات. تم تشييد قصر فرساي في عهد إمبراطور فرنسا لويس 14. صحيح. 10 درجات. صدرت جريدة أم القرى في مكة المكرمة. صح. صح، 10 درجات أيضا. الغاز الأكثر في الهواء الذي. خطأ. خطأ، 10 درجات. تم وضع حجر الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي في عام 1390. محمد. خطأ. لا صح يا محمد، صح. على كل حال نعود مرة ثانية ونصحح الإجابات الخاطئة. الغاز الأكثر في الهواء الذي نتنفسه هو النيتروجين وليس الأكسجين. طبعا ما أكملت السؤال وأجاب أحمد، ممكن كنت تعرف الإجابة ولا مغامرة. 10 درجات حصلت عليها. على كل حال نشأت لعبة الجولف في إيرلندا قلنا، وهذا خطأ، وهي في اسكتلندا. أما شبكة العنكبوت الذكر تختلف عن شبكة الأنثى، طبعا محمد أجاب. وش قلت محمد؟ قلت الذكر لا يصنع شبكة. طبعا هذا إجابة صحيحة. أما الإجابة الخاطئة الأخرى وهي الحلف الذي كان يمثل كتلة أوروبا الشرقية سابقا، قلنا هو حلف البلقان، والصحيح هو حلف وارسو. تحية للشباب جميعا. الآن قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة في هذه الجولة، تعالوا نتعرف أيضا على مجموعة درجات محمد. 172 درجة حتى بداية هذه الفقرة. خالد يلي ب 196، أحمد 263. طبعا الآن بالإمكان أن يتغير كل شيء، لأن هناك فرصة للحصول على 100 درجة. لو محمد على سبيل المثال هو في المركز الثالث، لو استطاع أن يحصل على 100 درجة لأصبح 272 وأصبح هو البطل. فإذا كل شيء ممكن يتغير. نبدأ بك يا محمد، فرصة للحصول على 100 درجة، دقيقة كاملة، ما يحتاج أنك تضغط على الجرس يا محمد. ما اسم القائد الإسلامي الذي جهز حملات عديدة على تخارستان وعاصمتها استعاد عاصمتها بلخ في سنة 86؟ قتيبة المسلمين. 10 درجات. ماذا يطلق على المال الذي يؤخذ من الكفار دون قتال؟ الفي. 10 درجات. ما معنى كلمة زكاها في الآية؟ طهرها. نعم، طهرها. 10 درجات. من أول من هاجر من الصحابة بأهله؟ عثمان بن عفان. 10 درجات. في أي سورة كريمة جاءت هذه الآية تبت يدا أبي لهب؟ المسد. 10 درجات، برافو. كم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ماتت عند وفاته؟ كان عمر الرسول عند وفاته 63. 10 درجات. توجد هذه الجزر داخل غدة البنكرياس داخل الجسم الإنساني، ما اسمها؟ اللي بعده. ماذا يطلق على الآلة الحدباء؟ النعش. آخر سؤال، 15 ثانية. ماذا تسمى الجزر التي توجد داخل غدة البنكرياس داخل الجسم الإنساني؟ آخر ثانية. يا محمد أنا متأكد أنك عارفها، لكن مخربط بين الحروف. هي لانجر هانز. على كل حال أنت حصلت على 80 درجة. تحية لمحمد. على سبعين. لانجر هانز. محمد حصل على 70. عفوا أنا قلت لك 80 وهي 70. أجبت على 7 أسئلة وحصلت على 70 درجة. أحمد وخالد الآن، طبعا خالد عنده 196 وأحمد 263. الآن نسأل خالد، دقيقة كاملة يا خالد،
فرصتك لتصبح 296 درجة وتصبح أيضا بطل. دقيقة كاملة، أين ولد الرحالة ابن بطوطة؟ في طنجة. 10 درجات. أطلق المسلمون اسم فتح الفتوح على إحدى المعارك لأهميتها، ما هي؟ نهاوند. 10 درجات. عالم مسلم وفيلسوف وطبيعي وكيميائي وفلكي، أول من حاول الطيران، من هو؟ عباس بن فرناس. 10 درجات. في أي مدينة إسبانية يقع قصر الحمراء؟ في غرناطة. 10 درجات، برافو. أين تقع مدينة بئر السبع؟ في فلسطين. 10 درجات. أيهما أكبر في المساحة، الهند أم الأرجنتين؟ الهند. الهند. ما معنى كلمة النجدين وهديناه النجدين؟ الخير والشر. 10 درجات. آخر سؤال، من مؤسس دولة باكستان الإسلامية لا تستعجل وأول رئيس لها؟ محمد علي جناح. 100 درجة، برافو لخالد. برافو برافو برافو، حماس شديد، حماس شديد. أصبح خالد في المقدمة 296 درجة، استطاع أن يحصل على 100 درجة خلال دقيقة كاملة. الآن بقي دقيقة ونتعرف على البطل الذي سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة، كلكم حريصين. الآن أحمد، فرصتك يا أحمد. خالد في المقدمة، وفرصة أيضا ليكفي كم؟ يحصل على كم؟ على أربع أسئلة؟ أربع أسئلة؟ ما ندري. دقيقة لأحمد، ما أعظم الذنوب عند الله؟ الإشراك بالله. 10 درجات. من صنع أول مصباح كهربائي؟ أديسون. 10 درجات. كم كان عدد طلاب جامعة الملك سعود عند افتتاحها؟ 21 طالب. 10 درجات. في أي عام صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين؟ 1967. لا، خطأ. ما اسم الدائرة الحكومية البريطانية المعروفة؟ اسكتلنديار. 10 درجات، برافو. ماذا نطلق على صوت الماء؟ خرير. 10 درجات. ما حكم صلاة الاستسقاء؟ سنة مؤكدة. برافو. ما معنى كلمة العشار في قوله وإذا العشار عطلت؟ آخر سؤال. النوق الحوامل. 70 درجة لأحمد، برافو. 7 أسئلة و70 درجة، وهذا يعني أنك بطل هذه الحلقة، ويعني أيضا أنك البطل الثاني الذي سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة. تحية لأحمد. أما السؤال الوحيد اللي ما استطعت أن تجيب عليه يا أحمد، وكانت إجابتك خاطئة، في أي عام صدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين؟ في عام 1947، وذلك بزيادة صوت واحد فقط. الآن مشاهدينا الأعزاء، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، وخلالها تعرفنا على البطل الثاني كما قلنا، الذي سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة، وهو لقى أحمد، حيث حصل على 333 درجة. نعم. يلي في المركز الثاني خالد 296 درجة، وفي المركز الثالث الأخ محمد ب 242 درجة. مبروك للجميع، تفضلوا تأخذ الجوائز. أخ محمد تفضل. الأخ محمد عبد الرحمن الأختر، مبروك، فاز بالمركز الثالث، وفاز أيضا ب 3000 ريال وشهادة من البرنامج. شكرا. شكرا أخ محمد، مبروك. يفوز بالمركز الثاني الأخ خالد إبراهيم النفيسة، مبروك يا خالد. هذه شهادة من البرنامج، وتفوز أيضا ب4000 ريال، مبروك، ونراك على خير إن شاء الله. شكرا يا خالد. بطل هذه الحلقة والبطل الذي سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة، الأخ أحمد عبد الله القرشي، تفضل. مبروك. مبروك يا أخ أحمد. الأخ أحمد طبعا فاز ببطولة هذه الحلقة، وهو البطل الثاني الذي سينتقل معنا إلى الحلقة الأخيرة، وفزت أيضا بالمركز الأول كما قلنا، و5000 ريال، مبروك، ونراك إن شاء الله في الحلقة الأخيرة. مع السلامة. مبروك. مع السلامة. شكرا لكم أيها الأعزاء، أسعدونا بصحبتكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.